كما كتشوفوا معايا بروني، كما كتعرفوا الشركة أمريكانية دارت عقد مع شركة بلجيكية وحاليا كتصنع في بلجيكا كما كتعرفوا الإخوان. هانتوما شوف شي بان لكم هادشي مزيان. هادشي اللي كتشوفوا الفوق سي لو بوان روج، لو بوان روج على حساب لو كغون جيبيي الفرائس الكبار بحال الخنزير. هي كارابين 300 وينشستر ماغنوم. هانتوما الكلاس محلول، تعرفوا سومي اوتوماتيك اللي كنحلو الكلاس ديالها من هاد الجهه، مي افون كنطلقوا الكلاس. نحل لكم الشارجور، الشارجور كيتحل من هنايا. كتهز 3 ديال لي بال بحال لي سومي اوتوماتيك لو كاليبر 12. هنا في فرنسا 3 ديال لي بال ميمكنش نصيدو اكثر من 3 ديال لي بال. كيكون لو شارجور لاصق في لا كارابين حيت ميمكنش يكون مسيباري. اذا كان تحيد لو شارجور من سلاح كيولي سلاح ديال الحرب، الا كان هاد لو شارجور لاصق في لا كارابين كيولي سلاح ديال الصيد. اختلاف في غير واحد الديتاي. بالنسبه لكارابين ملي كتشريوها ما كتكونش فيها السكه اللي كتحط فيها لو بوان روج كما كتشوفوا معايا. ملي كتسدو كتجبدو لو كيلاس باش تحلو الكيلاس، باش تردو الكيلاس عندكم واحد البوطونه صغيره هنايا. ملي كيكون الكيلاس مجبود كما كتشوفوا معايا ميمكنش تحلو لو شارجور، الشارجور كيبقى مسدود. يعني هاد البوطونه الصغيره كتوركو عليها لتحت كيتطلق الكلاس كما شفتوا معايا. عاد ممكن تعبئوا لو شارجور ديالكم في 3 ديال لي كارتوج، ولا كديروا جوج ولا ثروازيام في لا شومبر. بالنسبه للكانو 51 سنتيمتر سي كانو صغير. لو بوا ديال البندقيه فيها 2 كيلو و800، 2 كيلو و800 كما كتشوفوا معايا. فرشمون ديالها واحد ديسان الرسم ديال الخنزير من هاد الجهه هادي، شوف باش تبان لكم. ومن الجهه الاخرى ديال الشوفغي ها هي تبان لكم من هنايا. هي في الحقيقه بندقيه جميله جدا للاخوان استعملوها وعمليه و بندقيه اللي تستحق فريمون الواحد يشريها على حساب لي كغون جيبيي. مع الاسف حنا في المغرب ما عندناش الحق نستعملوا لي كارابين، كنستعملوا لي كاليبر 12 مع البال باش تصيدوا الخنزير، باش تصيدوا الخنزير. المهم واحد من الاخوان اللي طلب لي انني ندير لي فيديو على لي كارابين، وانت اخي براونينغ 300 وينشستر ماغنوم تقدر تضرب حتى ل 1000 متر، ما بين 800 حتى ل 1000 متر. هنا في فرنسا ما عندناش الحق نضربو اكثر من 30 متر، 30 متر هي الماكسيموم اللي عندك الحق تصيد به الخنزير. وكنصيدو ملي كتكون بوستي بلا كارابين، ما كديرش بها لو تراك، ما كنتراكيوش بها، كتكون بوستي في لي ميرادور. لي ميرادور هما اللي تشوفوا ان شاء الله في الفيديو اللي غادي نقدم لكم مع الاخ امين اللي غادي يهضر لكم على لي ميرادور. هو واحد بناء خشبي اللي تيطلع فيق منه لو بوستور اللي كيتبوستا مع لا كارابين، وكيتسنى الفريسه دوز من قدامو. علاش هذاك لو ميرادور كيكون طالع بواحد 3 4 ديال لي متر ديال لي متر، وكتضرب على زاويه ان القرطاسه خاصها تضرب وتدخل في الارض بزاويه ديال 30 متر في البعد. يعني ما يمكنش تضرب الحلوف بالكارابين وانت في الارض، الا ضربتيه في الارض ممكن القرطاسه تخرج من الجهه الاخرى وتمشي 800 متر من الجهه الاخرى. حيت 300 هاد لا كاليبر 300 وينشستر ماغنوم الي اخطر قرطاسه اللي تقدر تمشي حتى ل 800000 متر. يعني الواحد كيتبوستا بهذا السلاح كيتبوستا في لي ميرادور ولا في ذاك البناء الخشبي اللي كيكون الفوق باش يصيد، باش ما يقيسش هذوك الحياحه اللي تيكون لقدام.
يعني هذا السلاح هذا خطير في الاستعمال ديالو. الاخوه اللي كيستعملوه كيديروا احتياط فريمون الاحتياط الكامل باش يصيدوا بعض البنادق اللي كيتسموا لي كارابين 300 وشستر. يلا سيدنا نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا عندكم شي اسئله ديروهم ليا في لي كومونتير ونجاوبكم. وتبارك الله عليكم. السلام عليكم.